واول كريستيانو رونالدو على يسار الجهه اليسرى على يسار الشاشه اسفل الشاشه رونالدو في وسط الميدان طبعا يونايتد في مايكل كاريك وكيدا في فيل جونز اللي هو اصلا مدافع اليوم يلعب بدون خساره هي الريال بعد 33 مباراه من دون الخساره في سانتياغو برنابيو طبعا لو انه يصنع الحدث رونالدو انطلق من عند كوين تراو على الجهه اليسرى محاوله المراوغه هي من رونالدو من امام رافائيل رونالدو ورافائيل ثلاث لاعبين امام رونالدو المره الاولى جانبيه الثانيه ايضا الثالثه في القائمه الرابعه وين خطا كل حكم المباراه لصالح رونالدو كل ما تكون لهم عنده الكره كريستيانو بنزيما وكذلك رونالدو رونالدو وكريم بنزيما رونالدو لا 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 رجال يمنع ناحيه كريستيانو رونالدو بصدره يلعب مع تشابي الونسو اليوم الحكم الالماني 37 سنه في عمره كره لبين يكون ظروفه في الظروف الصعبه يخرج مباريات كبيره جدا رونالدو على الجهه اليسرى يفضل المراوغه من امام وارير روني وراح رونالدو راح رونالدو راح رونالدو راح رونالدو راح رونالدو مره اخرى كريستيانو رونالدو يلحق رونالدو لكريم بنزيما بنزيما ورونالدو كريم بنزيما يوصل عليه رونالدو راح كريم كريم بنزيما رونالدو رونالدو ضاعت له والركنيه ضاعت له رونالدو والركنيه يصفرها حكم المباراه لصالح هجوم ريال مدريد ولصالح مسعود أوزيل غنية بعد غياب ترجع من رونالدو لراموس يرجع مرة ثانية لكريستيانو رونالدو رونالدو لأوزيل وصدق بأنه وصل إلى هذه المنطقة بكل سهولة كوينتراو رونالدو انطلق على الجهة اليسرى رونالدو ولا شيء ولا شيء ولا شيء يا كريستيانو ولا شيء رافائيل كان رايق الكل سامي خديرة وصل عليه كريستيانو رونالدو انطلق على الجهة اليسرى كريستيانو رونالدو مع فيل جونز مراقبه فيل جونز رونالدو وفيل جونز رونالدو رونالدو الى 4 امتار بين كل لاعب واخر هي الكره دي صالح رونالدو عوده موفقه وصاحبه معي فيل جونز يلعب رونالدو سامي خديرة تسديده وجانبيه الحكم قال خطا لاحظوا معي فيل جونز لما يدخل كريستيانو رونالدو الى وسط الميدان الا ويجد ظله فيل جونز عندما يكون يضيع الكره كيف تصبح المسافه بين كل لاعب انجليزي بين كل كره ساقطه رونالدو ضربه الجدار الثانيه الأولى باليمنى والثانية باليسرى كاد يكون هدف التعادل للريال. رونالدو من الذي أسقطته؟ هاي الأولى والثانية. الأول سقط بالضربة القاضية. دخل روبن فان بيرسي هو اللي سقط في الكرة اللي شفناها منذ حين. لم تخرج 90 دقيقة ما عندوش الصبر. النتيجة ببراعة الريال حطها لك أوس حطها لك دي ماريا فوق راسك ارتقى فوق الجميع كريستيانو يحرر سانتياغو يسجل هدف في منتهى الروعة رونالدو يعدل النتيجة للريال يسجل على المان والملعب ينفجر في هذه الأثناء لها من أجواء الريال يعود في النتيجة في وقت كنت أقول بأنه متسرع ريال مدريد كريستيانو رونالدو يسجل هدف السابع مع ريال مدريد في دوري الابطال بعد 24 هاي الاعاده مره ثانيه من زاويه اخرى لو 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 ارتقاء في منتهى الروعه من كريستيانو رونالدو ارتقاء في منتهى الروعه من كريستيانو رونالدو المصور الذي يلتقط ارتقاء من هذا النوع لكريستيانو رونالدو اقصد الصوره الفوتوغرافيه لسامي خديرة رونالدو رونالدو عنده الكره الان يلعبها في الوسط يمنى لرونالدو انت متاخر يا كريستيانو رونالدو صاروخ ارض جوي كريستيانو رونالدو مرت فوق المرمى والتسديد باليسرى كريستيانو رونالدو حب يقول للمان يونايتد انا اليوم مع الريال يا مان يونايتد ايمن عندي ايام جميله الريال اكثر مبادره كريستيانو رونالدو عندهم مساحات على راس الريال رونالدو يوصل يوصل لا 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 ضاعت يرفع ببرعه رونالدو كريستيانو رونالدو بالراس لو يسجل ثنائيه راسيه في هذه المباراه توصل الكره كريستيانو رونالدو سعد قبل ما توصل الكره باقي ينتظر فيها وهو في السماء مسعود أوزيل مسعود أوزيل كريستيانو رونالدو يتمعها الفريق كبير جدا وسط الكره لمسعود أوزيل رونالدو دافيد دخيا في المكان المناسب من حسن الكره من كريستيانو رونالدو في وقت كنت اتحدث عن مختلف الوضعيات التي يجد نفسه فيها اللاعب ومايكل كاريك دعت له الكره تروح لكريستيانو رونالدو من عند كريم بنزيما رونالدو رونالدو الحكم يخلي الافضليه قال خطا قال خطا لصالح كريستيانو بعد تدخل من فيل جونز
دائما عنده الكرة، يوصل على رونالدو، رونالدو مكان ولا واحد في الأمام، رونالدو يرجع مرة أخرى، راح رونالدو راح، راح رونالدو راح، راح رونالدو راح، راح رونالدو راح، رونالدو أغلق على نفسه داخل منطقة عمليات، رونالدو مازال عنده الكرة، رونالدو مازال عنده الكرة، يخرج من المنطقة العربية هو رونالدو، رونالدو يرجع مرة ثانية، غلقوا كل شيء. تشابي الونسو يفضل رونالدو على الجهه اليمنى، ماهوش في تسلل، وقف الكره وحده الان رونالدو، وحده رونالدو، وحده رونالدو، رونالدو بيسرع، رونالدو رونالدو على الجهه اليمنى، لما يصير على الجهه اليمنى يصير اكثر خطوره الارض، ولكن نظريا ولكن تبقى صعبه وخطيره على، تبقى صعبه جدا على كريستيانو رونالدو. دخيا يعرف هذا جيدا، رونالدو يستعيد، واوزيل رونالدو با 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 با، لم يشاهد شيئا دخيا، لم يشاهد شيئا، لا من أين جاءت ولا أين حطت هذه الكرة من كريستيانو رونالدو. دخيا لم يشاهد، لا 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 لا، بقي يتفرج، بقي يتفرج دخيا على هذه الكرة التي نزلت عليه من السماء. يلعبها مع كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو ليغوين، الكرة يوزعها مودريتش، رونالدو